Diwan FM 91.2. شرف كبير زي ما انت قلت وسعادة كبيرة، وانا بحس ان كل خطوة باخدوها في حياتي الفنية بتضيف لي وبتضيف لمشواري والسي في بتاعي. شرف زي ما انت قلت، وبحس ان انا بعمل حاجة لبلدي بس مش ليا، يعني مش بس لشيرين عبد الوهاب كمطربة، لا كسفيرة لبلدي مصر. فدي حاجة بتسعدني، وبيسعدني كمان اني اغني قدام جمهور فاهم وتذوق مثقف عاشق للفن للفنانين، فده بتبقى السعادة بتكبر يعني لا توصف. يعني انت اليوم اتفسحت في صفاقس، شنو رايك في صفاقس؟ جميلة، وخصوصا ان انتوا عندكم زي قلعة، القلعة دي فكرتني المباني القديمة، انا عاشقة لأي حاجة قديمة تراثية يعني. فانا يعني ما جيش تونس وما نزلش، يعني نزلت ومشيت في الشارع ورحت السوق واتبسطت بالناس والناس اتبسطوا بيا وغيرت جو. فانا شو ما تحب تقول الجمهور في فاقس والجمهور اذا عاد بي وانا فهم؟ اقول لهم انا بحبكم وعشقي ليكم كبير، وحرصي على اني اكون موجودة كل سنة أو سنتين، ده من أولويات حياتي. يعني زي ما أنتوا بتبقوا مشتاقين ليا، أنا كمان ببقى مشتاقة ليكوا، وبقدم تنازلات ممكن تكون تعني الفنانين آخرين زي الماديات، أنا بتنازل عنها عشان أجي أشوف جمهور تونس. ما بيهمنيش المادة قد ما بيهم أو الدخل، مش لازم يكون زي ما أنا طالبة بالظبط، مش مشكلة عندي، بس أهم حاجة أن أنا أجي وأقابل الجمهور وأغني قدام جمهور تونس، لأنه بيهمني جدا جدا جدا. ديوان FM صوتكم.